وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه. ازيك يا دكتور ومبروك. الحمد لله، الله يبارك في حضرتك. اتفضل. بالتاكيد فوز مهم جدا، الف مبروك لجماهير النادي الاهلي ومجلس الاداره واللعيبه والجهاز الفني. الفوز ال14 على التوالي، بالتاكيد الفوز ده بيهد من عزيمه المنافسين على اللقب. فوز مهم جدا، وزي ما قلنا قبل كده ان انت المهم ان انت تواصل الفوز وفي نفس الوقت بتكسب بعض اللعيبه. يعني مثلا شفنا النهارده مشاركه الشيخ، مشاركه جيرالدو، دخول كهربا، مهم جدا لان عشان المباريات الجايه ان انت تعمل الروتيشن وفي نفس الوقت انت بتكسب، دي حاجه مهمه جدا. يمكن اتكلمنا قبل المباراه كابتن اسلام على حاجتين مهمين. اول حاجه قلنا ان اجايه لما بيلعب كمهاجم وهمي بيبقى سر الخلطه، سر جمال اداء النادي الاهلي جونيور اجايه، لما بيلعب كمهاجم وهمي بينزل يسقط ويسحب المساحات معاه لتحت وبيتحرك بشكل مميز جدا. يمكن جونيور اجايه زي ما احنا شايفين بينزل يسقط وبعد كده قطع هنا على الجون على القائم القريب، يعني الهدف الاول ده، الهدف الاول ده الاربع محترفين، ده دليل على قوه الاربع محترفين الاجانب في النادي الاهلي، هم الاربع لمسات من الاربع محترفين. يعني بدأت الأول من عند ديونج، بعد كده راحت لجرالدو، بعد كده المعلول، بعد كده الأجاي، فده دليل على قوة المحترفين في النادي الأهلي طبعا. تمام. وقلنا أن فكرة المهاجم الوهمي اللي بيعملها جونيور أجاي بيتحرك بيسقط لتحت بشكل مميز جدا، واللعيبة بتيجي من تحت القدمون من الخلف وبيبقى فيه سرعة تحرك بدون كورة. يمكن النادي الأهلي النهاردة رجع وتحرك بدون كورة بشكل مميز جدا جدا، ودي يمكن ده الاداء اللي احنا كنا بنشوفه في بدايه الموسم. وهنا ممكن نرجع السبب لوجود واحد زي جونيور اجايه كمهاجم وهمي، بصراحه في المركز ده بيتالق بشكل ممتاز جدا. نروح للارقام النهارده. الحاجه الثانيه في الارقام ان احنا قلنا قبل المباراه برده نقاط ضعف الجيش ايه، حاجتين. الكرات العرضيه، اول صوره معانا هنلاقي الكرات العرضيه اللي عرضناها قبل الماتش، والحاجه الثانيه التسديدات من بره منطقه الجزاء. الثلاث اهداف اهي قدامنا على الشاشه، الكرات العرضيه اللي عرضناها ازاي، هم استقبلوا 22 هدف، هنلاقي من ال 22 8 من كرات عرضيه. الهدف الاول النهارده جه من كره عرضيه. الحاجه اللي بعد كده قلنا في تسديدات من خارج منطقه الجزاء، واتكلمنا على نقطه ضعف حراسه المرمى عندهم. الهدفين الثاني والثالث جايين من تسديدات من بره منطقه الجزاء، دي حاجه مهمه جدا. كمان النهارده النادي الاهلي تفوق في الارقام في كل شيء باداء ممتع. الارقام لو بصينا على احصائيات المباراه هنلاقي النادي الاهلي متفوق في كل شيء. اولا نسبه الاستحواذ بتاعه النادي الاهلي 66% مقابل نسبة الاستحواذ بتاع طلائع الجيش 34%. طب عدد التمريرات، النادي الأهلي عمل أكتر من الضعف عدد تمريرات نادي طلائع الجيش. نادي طلائع الجيش عمل 248 تمريرة، النادي الأهلي عمل 509. لما نضرب 248 في 2 يطلع 496، يعني النادي الأهلي عمل أكتر من الضعف عدد تمريرات طلائع الجيش. عدد المحاولات، النادي الاهلي عمل اكتر من 5 أضعاف محاولات طلائع الجيش. طلائع الجيش عمل 4 محاولات بس، النادي الاهلي عمل 22 محاوله. المحاولات الصحيحه 5 أضعاف، النادي الاهلي عمل 5 أضعاف محاولات طلائع الجيش. طلائع الجيش عمل محاولتين صح، النادي الاهلي عمل 10 محاولات صح. عدد العرضيات اكتر من 4 أضعاف، يمكن العرضيات النادي الاهلي عمل 25، نادي طلائع الجيش عمل 6. طب الضربات الركنيه، برضه النادي الاهلي حصل على 6 ضربات ركنيه مقابل ولا ضربه لطلائع الجيش. الحصول على الاخطاء 12 خطا للنادي الاهلي مقابل 11 خطا لطلائع الجيش. اذا الارقام بتاكد تفوق النادي الاهلي في المباراه، وزي ما قلنا النادي الاهلي قدم اداء ممتع في المباراه بشكل مميز جدا. برضه وجود قلنا جونيور اجايه كمهاجم وهمي هو سر الخلطه بتاعت الاداء ده. الحاجه الثانيه محمد مجدي قفشه بيطمنك على مركز صناعه الالعاب في امان طالما موجود واحد زي محمد مجدي قفشه. بصراحه اداء يعني ممتع جدا جدا جدا. محمد مجدي قفشه لو بصينا حتى على الارقام هنلاقيه لعب 90 دقيقه احرز هدف. ايوه. طب ايه كمان، اكثر من صنع فرص لزملائه 3، كينج اوف اسيست، ده مميز بحته صناعه الفرص، 3 فرص. مش بس كده، ده كمان اكثر واحد عمل محاولات على المرمى. عمل 5 محاولات، كام واحده صح؟ 2 صح، بنسبة دقة 40%. طبعا من ال5 محاولات دي في واحدة فيهم جت في العارضة. بعد كده تاني أكتر لاعب عامل عرضيات بعد علي معلول. علي معلول الأول، محمد مجدي قفشة التاني، 5 عرضيات. نسبة دقة العرضيات بتاعته 40%. برضه 2 من 5 صح. التمريرات الطولية 8. منهم 7 صح، يعني نسبة نجاحه في التمريرات الطولية 87.5، وده بيأكد صانع الألعاب المميز اللي بيديك تمرير طولي كتير، اللي بيصنع فرص، اللي بيروح على الجون، اللي بيحرز أهداف، اللي بيصنع أهداف. نسبة دقة تمريراته القصيرة 88.8.
عمل مراوغتين نجاحتين وفقد الكرة 6 مرات، ارتكب خطأ واحد وحصل على خطأ. فمحمد مجدي قفشه بالأرقام قدم واحدة من أفضل مبارياته زي ما احنا شايفين. يعني لو بصينا ده على الهدف بتاعه، ده الهدف حطها حلوة، ودي النقطة اللي قلنا عليها ايه، نقطة التسديدات من بره ال 18 حل مهم جدا. يمكن النهاردة كابتن عبد الحميد بسيوني غير طريقة اللعب 3 مرات، فايلر تفوق. تمام، يمكن بقية الأرقام اللي عندك مين؟ ماشي، رقم 2 جونيور أجاي زي ما قلنا، يعني نمرة 1 محمد مجدي قفشة. نمرة 2 جونيور أجاي. جونيور أجاي هو سر الأداء الممتع للنادي الأهلي، وجوده كمهاجم وهمي بينزل يسقط للخلف ويسحب مع المدافعين وبيتحرك بقى، بيجي من وراء قفشة، بيجي من وراء زي ما شفنا أحمد الشيخ وجرالدو. نبص على أرقام جونيور أجاي هنلاقيه برضو يعني معلش نجم هذه المباراة من وجهة نظر الأرقام محمد مجدي قفشة. طبعا رقم 2 جونيور أجاي. جونيور أجاي لو بصينا على رقم مهم قوي هنلاقيه طبعا لعب 78 دقيقة، دقة تمريراته 97%، فاز بالتحام هوائي قد إيه؟ التحام واحد بس. ده بيأكد إيه؟ إن النهاردة كنا بنلعب مش على التمرير الطولي، مش على اللعب المباشر، كنت بتلعب لعب اللي هو التمرير القصير ولعب الاستحواذ، اللعب اللي احنا كنا متعودين عليه في بدايه الموسم. جونيور اجاي هو السر في الكلام دوت، هتلاقيه لما معدل لمسه للكره كبير جدا، لما المهاجم يلمس الكره كتير جدا ده دليل ان الراجل ده سر الخلطه. تاني اكتر من قام بمحاولات على المرمى 3 محاولات، نسبه دقه محاولاته 88.8، صنع فرصتين وقطع الكوره مرتين، فقد الكوره 4 مرات وارتكب خطا ووقع في التسلل مره واحده. تمام. طبعا ده جونيور اجاي. مين اللي بعده؟ اللي بعد كده عمرو السوليه. عمرو السوليه بيعادل ارقامه في الموسم الماضي بالكامل. الموسم الماضي بالكامل لعب 27 مشاركه مع النادي الاهلي، سجل 2 وصنع 4 اهداف، وده على فكره افضل ارقامه من ساعه انضمامه للنادي الاهلي. كان الموسم الماضي اللي هو سجل 2 وصنع 4. السنه دي في المشاركه رقم 13 ليه في الدوري، بيسجل هدفه الثاني وعنده 4 اسيست، وبالتالي عمرو السوليه في 13 ماتش بيعادل ارقامه الموسم الماضي بالكامل في 27 مشاركه. تمام. لو بصينا على الارقام، احنا عاملين جدول ما بين عمرو السوليه واليو ديانج، هنلاقي اول حاجه طبعا عمرو السوليه ساحرز هدف. طب عدد التمريرات القصيره الصحيحه، ده مش هدف، ده دانه طبعا. تمام. 43 تمريره قصيره. ديانج عامل 34 تمريره قصيره. أيوة. عدد التمريرات الخاطئه عند الاثنين في القصيره 3 لعمرو السوليه، واليو ديانج 2. عدد التمريرات الطوليه هنلاقي الاثنين عاملين رقم كويس، يعني اليو ديانج عامل 10 تمريرات طوليه وده اعلى رقم وصل ليه ديانج مع النادي الاهلي. أيوة. من الواضح الارقام بتاكد ان ديانج بيتطور في حته التمرير الطولي. الطولي نسبه دقه التمريرات الطوليه بقى 60% لاليو ديانج، عمرو السوليه 44.4. طيب قطع الكرات السوليه النهارده كان اكتر 13، ديانج 12. بعد كده في استعاده الكره الثانيه، هنبص هنلاقي استعاده الكره الثانيه عمرو السوليه استعاد الكره الثانيه 13 مره، اليو ديانج استعاد الكره الثانيه 12 مره. لا، استعادة الكرة الثانية اليو ديانج 11 مرة، عمرو السوليه 10 مرات، اليو ديانج أعلى في استعادة الكرة الثانية. معانا بعد كده برضو المراوغات الناجحة، هنلاقي ان عمرو السوليه ليه 2 مراوغه ناجحه، اليو ديانج 2، صناعه الفرص والمحاولات على المرمى الاثنين الارتكاز. عمرو السوليه صنع فرصتين، اليو ديانج فرصتين. اخيرا جيرالدو، انا عايز اعرف ارقام جيرالدو النهارده. تمام، بس الدور الهجومي برضو بتاع الاثنين الارتكاز مهم جدا. تمام، حاجه مهمه. خلينا بس نروح لجيرالدو. جيرالدو ارقامه مميزه جدا في ال 70 دقيقه اللي لعبها. ايوه، لو بصينا على ارقامه هنلاقي ان هو، احنا قلنا ان محمد مجدي قفشه اكتر لاعب صنع فرص. جيرالدو متساوي معاه في عدد صناعه الفرص، اكتر واحد صنع فرص برضه بالتساوي مع محمد مجدي قفشه، صنعوا 3 فرص. جيرالدو اكتر واحد في الرباعي الامامي قطع الكوره 8 مرات، دي حاجه مهمه جدا، وصنع 3 فرص منها الفرصه اللي تسببت في الهدف الاول. الهدف الاول عدد العرضيات 3، كان ليه محاوله واحده على المرمى، مراوغات ناجحه 1، عدد التمريرات الطوليه 4، الأربعة صح 100%. نسبة دقة التمريرات القصيرة 91.3، وبالتالي جيرالدو مكسب مهم جدا من المباراة، عمل جبهة قوية جدا مع علي معلول، وكنا حاسين إن الشوط الأول الملعب مايل ناحية الشمال. مظبوط، كان أجاييه جيرالدو معلول، بصراحة قدم مباراة كويسة جدا جيرالدو. برضو معلول النهاردة بيوصل ليه، ده الأسيست السادس ليه في الدوري، هو أكتر واحد عامل عرضيات 11 عرضية منهم 2 صح، كان ليه محاولتين على المرمى. معلول برضو قدم مباراة كويسة جدا. الجندي المجهول في المباراة دي محمود متولي. محمود متولي أكتر واحد عمل تمريرات في الماتش كله، وكان بيلعب دور مهم قوي في عملية الزيادة من الخلف. لما أنت بتلاقي فرقة مقفلة عليك، فايلر دايما بيدي تعليمات لواحد من المساكين بالزيادة والتحول كارتكاز ثالث. عشان كده تبص تلاقي على أرقام محمود متولي كام؟
اكتر واحد عمل تمريرات في الملعب 59 تمريره. ده بيأكد ان هو محطه بناء لعب من ورا، وفي نفس الوقت بيديك 8 تمريرات طوليه بنسبه دقه 37.5 بيكمل لورا. كمان مدافع صنع فرصه، دي حاجه كويسه. مش بس كده في الدور اللي هو في البناء الهجمه، لا ده اكتر واحد قطع الكره في الماتش 20 مره، عمل 2 تاكلينج صحيح وفاز بالتحامات هوائيه 6 مرات وما ارتكبش ولا خطا. اذا مدافع كورته حلوه، صانع هجمات من الخلف، بيبني الهجمه بشكل كويس، بيديك عمليه الزياده لانه اصلا كمان بيلعب ارتكاز. تمام. وكمان قطع الكوره، وكمان مميز في حته الالتحامات. تمام. وكمان ما ارتكبش ولا خطا. حلو جدا. اذا نجم المباراه من وجهه نظر الارقام هو محمد مجدي قفشه وجونيور اجايل. طبعا محمد مجدي قفشه وجونيور اجايل، يا عمرو السليه يليهم عمرو السليه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور احمد، شرفت النهارده. شكرا، وبالتوفيق للنادي الاهلي باذن الله في الفتره الجايه. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كابتن ناصر عباس اتكلم بقى عن اهم الحالات التحكيميه في هذه المباراه.